مساء الخير عليكم في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج المطبخ. معاكم أسماء مسلم، إن شاء الله هكون معاكم من واحدة لاتنين. النهاردة المنيو بتاعنا محترم، منيو عندنا رز معمر بالفراخ، من الوصفات اللي يعني اللي محبوبة جدا لناس كتير، وبرضو متعودين احنا نعمله باللحمة، النهاردة هنعمله بالفراخ كده، هنحط الفرخة كده في النص، هيبقى شكله في منتهى الجمال، وخصوصا لو عندنا عزومة أو حاجة بيبقى شكله حلو جدا جدا على السفرة. تعالوا أول حاجة هنعملها مع بعض الرز المعمر اللي بالفراخ. عندي فرخة كاملة هسلقها نص سلقة، تمام، وعندي كمان 5 كوبايات رز مصري، 5 كوبايات لبن مغلي، وعندي 2.5 كوباية مية مغلية، و2 فص مستكة، وملح، ورشة فلفل، وقشطة حوالي 1/4 كوباية قشطة، وعندي 3 معالق سمنة كبار. هقول مقادير مرة كمان، عندي فرخة كاملة نص سلقة، وعندي 5 كوبايات رز مصري، وعندي 5 كوبايات لبن مغلي، و2.5 كوباية مية مغلية، و2 فص مستكة، وملح، ورشة فلفل، و1/4 كوباية قشطة، وعندي كمان 3 معالق سمنة كبار. خلاص تعالوا نشوف هنشتغل فيه ازاي. وزي ما انا قلت لكم في ثوابت كده احنا بنعملها، زي البشاميل، الزبده قد الدقيق قد المقدار، عدد نفس عدد المعالق، هي نفس عدد الكوبايات. وكمان من الحاجات برضو اللي انا ثابته ومثبتاها تماما ما بغيرش فيها، مقدار الرز المعمر بتاعي يبقى مقدار الرز قد مقدار اللبن، ولازم اللبن يبقى مغلي وسخن، ما ينفعش احطه بارد عشان ما يعجنش، ونصه ميه السخنه، يبقى مقدار الرز بتاعي نفس معيار اللبن المغلي نفس نصه ميه. خلاص يعني عندي 5 كوبايات رز، 5 كوبايات لبن مغلي، و2.5 كوباية اللي هو نصهم ميه مغليه. خلاص دي من الحاجات اللي ما نغيرش فيها، ده المقدار الصح بتاع الرز المعمر. غيروا بقى 3 كوبايات، هتعايروا برضو اللبن قد الرز ونصهم مية، أيا كان بقى العدد بتاع الكوبايات بتاعتكم بتاعت الرز. خلاص عندي هنا طاجن أو فخارة، أو طبعا مش لازم يعني فخار، لو عندكم مثلا عايزين بايركس أو حاجة، بس الفخار طبعا يعني إيه بيدي طعم حتى مختلف للأكل يعني. هدهنه سمنة بالشكل ده كده، تمام، دهنة سمنة كده، تمام، وهقوم جايبة الرز بتاعي غسلاه بس مش أكتر من كده، مش بنقع الرز خالص، بشتغل بيه وهو مغسول فقط، تمام. وفي أنواع كمان رز بتبقى كويسة جدا دلوقتي مش بتحتاج ان احنا كمان نغسلها. هجيب الملح والفلفل والمستكة كده، هحط الملح، طبعا انا بملح المقدار كله، هو عموما الرز كل كوباية رز عليها معلقة صغيرة ملح. خلاص يبقى كل كوباية رز عشان افلفلها محتاجة مني معلقة صغيرة الملح. هحط المستكة واحط الفلفل الاسود، تمام، واقلب كده كله بالشكل ده. واقوم حاطه السمنه بتاعتي 3 معالق، خلاص، والمعلقه بقى انا بحب بصراحه افركها فركه كده اتاكد ان السمنه كلها دخلت في الرز بتاعي، اهو بحب كده افركها بايدي عشان اتاكد ان كل الرز بتاعي اتغلف بالسمنه، تمام، اهو بالشكل ده كده. خلاص يبقى حطيت ايه، دهنت الفخاره بتاعتي حته سمنه، ينفع كمان ادهنها مع السمنه شويه قشطه، وبعدين حطيت الرز بتاعي، المقدار بتاع الرز نفس مقدار اللبن ونصه ميه. الرز بتاعي حطيته، عندي هنا 5 كوبايات، حطيت عليهم 3 معالق سمنة كبار كده محترمين، ولو سمنة كمان طعمها حلو أو بلدي أو بتاع بتفرق قوي في الطاجن بتاع الرز المعمر. وحطيت ملح، قلت كل كوباية ملح عموما بنفلفلها بتحتاج معلقة صغيرة من الملح، كل كوباية رز بتحتاج معلقة صغيرة من الملح. خلاص ملحناه ورشينا رشة فلفل اسود بسيطة، وحطينا 2 فص مستكة، فركنا كله مع بعض زي ما انتوا شفتوا كده. دلوقتي هبدأ احط اللبن المغلي،
نفس المعيار بتاع الرز، هحط عليهم نصهم ميه. تمام اهو، ويفضل يبقى كل المكونات عندنا سخنه، اللبن والميه يبقوا سخنين، يبقوا سخنين مغليين يعني، يبقى سخنين عشان الرز عندي يبقى مفلفل وحلو وما يعجنش. هقلب كل المقدار كده زي ما انتم شايفين مع بعض، السمنه مع المستكه مع اللبن والملح والفلفل، اتاكد ان كله كده اختلط. وهقوم جايبه الفرخه بتاعتي اللي انا سلقاها نص سلق وحطها في النص بالشكل ده كده. تمام، حطها في النص بالشكل ده. بعد كده الرز بتاعي هيطلع على الطرف كده، هيطلع على الفرخه من جنب الفرخه، هيبقى حلو جدا. خلاص، واقوم جايبه قشطه، انا عايزه ادوبها بس كده شويه. تمام، دي قشطه العلب، عايزين نستخدم القشطه البلدي ممكن. هدهن الفرخه بتاعتي بالشكل اللي انت شايفينه كده. تمام، وهحط برضو على الاطراف عشان الوش عندي يحمر. بصوا، مجرد ما بتدخل سخونية كل القشطة دي بتسيح. هجيب فرشة دلوقتي أدهن القشطة بتاعتي الفراخ. ماشي، هدهن القشطة في الفراخ بالشكل ده كده أهو. بصوا أهو، أوزع كده القشطة بالشكل اللي انت شايفينه ده. تمام، والله مش طاجن ده بصوا، ده حاجة يعني كده فظيعة بجد. كمان الفراخ بتكمل سواها في نفس الوقت، ما ينفعش احطها نية عشان ما تزفرش عندي الرز، فلازم اكون سلقاها نص سلقة او ثلاث ارباع كمان سلقة، يا دوب ان هي تاخد الربع بتاعها بس ايه، مع الرز باللبن بالقشطة بالكلام ده كله. تمام، ما ينفعش احط الفراخ نية عشان هتزفر لي طبعا الطاجن بتاعي ومش هتستوي كويس، فلازم يبقى موجودة محطوطة ثلاث ارباع سوا او نص سوا، يبقى فاضل لها يا دوب يعني السوا اللي هي هتتطبخوا مع الفخارة بتاعتي او مع الطاجن بتاعي. خلاص، كل القشطة دي بقى هتسيح مع الوش وتحمر لي الوش وتخلي لي الطاجن في منتهى الجمال. خلاص، هندخلها الفرن، هندخلها على فرن 220 درجة تحت، بس بتاخد حوالي ساعة الا ربع، من ساعة الا ربع لساعة على حسب كمية الرز اللي عندي. خلاص، من ساعة الا ربع لساعة. طب اعرف منين ان هي خلصت؟ يبقى انا هحطها على درجة حرارة 220 من تحت بس، اكون مشغلة الفرن من تحت بس ومسخناه، وبعد كده هلاقي كل المية بتاعتي او اللبن والسائل اللي عندي اتشرب والوش ابتدى يتحمر. اول ما السائل عندي يتشرب والوش يتحمر وانا مشغله بس من تحت بس، مش مشغله عليها من فوق، هبتدي اطفي عليها بعد ما الوش بتاعها يتحمر واغطيها عشان الوش بتاعها ما ينشفش وتاخد كده البخار بتاع الطاجن بتاعي. خلاص، هدخله الفرن. تمام ده كده كان الرز المعمر اللي بالفراخ عندي. طريقة سهلة وبسيطة هقولها لكم تاني قبل ما ندخل في الأكلة اللي بعديها. عندي خمس كوبايات رز، هحط عليهم فصين مستكة والملح بتاعي، معلقتين كبار مثلا ملح. تمام، وبعد كده هحط عليهم رشة فلفل أسود أو الفلفل الأسود الحبوب، برضو بيديني طعم حلو قوي معاهم، مش عايزة أكتر الفلفل الأسود عشان ما لونه ما يغيرش، المقادير اهي قدامنا. خلاص، الفرخه الكامله اللي عندي سلقاها نص سلق او تلات ارباع سلق، يا دوب يبقى فاضل لها حاجات بسيطه، ما ينفعش احطها نيه ابدا. هدهن الفخاره بتاعي بالسمنه، المقادير اهي قدامنا تاني. عندي فرخه كامله نص سلق وخمس كوبايات رز مصري وخمس كوبايات لبن مغلي وكوبايتين ونص ميه مغليه اللي هو نص المعيار بتاع الرز واللبن. تمام، عليهم اتنين فص مستكة وملح ورشة فلفل اسود وربع كوباية قشطة وثلاث معالق كبار سمنة. هجيب الفخارة بتاعتي ادهنها بالسمنة، فرشة سمنة،
واحط الرز بتاعي، هحط على الرز فصين مستكه، رشه فلفل اسود، الملح، املح الرز بتاعي، وبعد كده اقوم حاطه 3 معالق سمنه الكبار، هقوم خلطهم كويس جدا، اتاكد ان كل الرزايه اتغلفت بالسمنه كويس، وبعد كده هقوم حاطه عليها نفس معيار الرز بتاعي لبن مغلي. خلاص 5 كوبايات لبن مغلي، عشان انا النهارده كنت مستخدمه 5 كوبايات رز، عليهم 2.5 كوباية ميه مغليه اللي هو نص المعيار. وبعد كده تقدروا تدوقوا بقى الملح بتاعكم، عايزين تزودوا عايزين تقللوا يعني كده تمام، او حابين تزودوا اكتر زي ما انتم حابين. هحط الفرخه بتاعتي في النص كده، هعمل لها حفره كده اغرزها في الرز بتاعي، ودهنتها بالقشطه وحطيت القشطه كمان فوق الوش، لما الرز يتشرب والميه تتشرب اللي عندي والسائل اللي عندي كله يتشرب، الرز هيبقى محوط الفرخه كده، هيبقى شكله في منتهى الجمال من الطواجن الحلوه قوي كمان في العزيم. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل نشوف هنقدم ايه مع الرز اللي بالفراخ اللي احنا عملناه. نطلع الفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل بقية وصفاتنا.